دابا كنت واجدو معكم من المنطقه ديال بوقناد الدوار ولاد العياشي محسوبه على سلا تقال اثمنه كاينه من 120 الحواله كبار من 120 130 140 100 90 80 70 هذاك الشيء كله على حسب الجوده ديال الحولي يعني الفختي كيطيح من 160 حتى 10 دراهم على حسب من 160 حتى 10 دراهم حنا دابا هاد النوع ديال السردي حنا السلاله ديال السردي كناخذو قد ديال البلاد وعندي انا كسيبه ديالي وكنشري نيتو كنربي كنعلف علف مزيان ماشي شي حاجه الجوده كاينه السردي راه معروف بالثمن ديالو على حسب الجوده ديالو راه كله والاثمنه ما مقاداش كاين دابا تيقولك الناس تيقولك على الدرويش صعيب علو باش ما عيطش كلشي راه غيعيط الحمد لله لا ما قدش على ديال 50 راه يعيد بديال 40 راه كاينه الاثمنه ما مقاداش راه كل كيلبس على قدو بغيت انت واحد الحولي مثلا راه كاين دابا تيقولك الحولي ديال المليون راه كاين اللي كيديه على الكسيبه المليون انت عام في النهار في العام كيجيك صعيب تيجيك صعيبه كتبدا تهضر في العيد راه كلشي مزيود يهضروا على البترول يهضروا على شي حاجه اللي مزيوده شي حاجه اللي زايده وما هادشي راه عادي شحال تزاد عليها في هذا الحولي راه ما كايناش شي حاجه حتى الكساب الله يحسن العون وتا هو الله يحسن العون ما نعذروا اي واحد كلشي الله يحسن العون راه اثمنه مناسبه بنادم تيقولك الغلا راه غير اشاعات راه كلشي تيدي اي ثمن ما قديتيش على هذه راه كتاخذ هذه بالنسبه فاني على حسب الحوليه راه كاينه فاني الحوليه كاينه من 30 الى 60 حتى 70 ورا اختار هو حسب الماكسيمو ديالو واش من 30 شحال باغي تعيد انت درويش ما عندكش عندك 30 راه غتعيد لك عندك 40 راه غتعيد لك عندك 50 راه غتعيد لك عندك 60 راه غتعيد لك انت على حسب استطاعتك راه ما يمكنش لك غادي تمشي فوق استطاعه ديالك هادشي راه باين غير بنادم دابا تيبقى الهضره ديال كذوبات هادي منا هادي منا كاين دابا اللي عاكاز هو شحال كيصور خدام 100 درهم مثلا في النهار كيضرب 50 درهم هاتي خسرها في الخوا تيمشي على القهوه يخسرها 50 درهم وهذيك 50 درهم يخلي منها 5 دراهم في النهار اللي كيضربوا 50 درهم يحطها 5 دراهم وما يلقاش هذا المشكل ديال العيد ديال البلاد ديال البلاد تاع ربي انا كناخذ السلاله ديال البلاد وعندنا كسيبه ديالنا وكنربيو ديال البلاد ناخذ ديال البلاد ديال المنطقه حيت الا درنا شي سلاله اخرى كما تصدقش لينا ناخذ ديال البلاد الف راه دابا راه على العموم حنا راك تنهضروا على العموم الالف راه ماشي ما غالي راه كلشي غالي حنا دابا كلشي غلا غنهضروش على الالف الالف راه معروف غالي الالف راه معروف غالي حنا الدراو والشعير وهادشي راه كنعلفوه راه معروف الفصاق والفراج راه معروف بنادم راه الله يحسن العون تاعنا بنادم دابا الدرويش كيضر تيقول لك هو ما عارفش هاد الحوايج باغي ياكل شي حاجه رخيصه اللحم هو دابا عند لا في البطوار شحال داير هو قبالي داير 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 100 و10 دراهم قبالي والكساب مسكين دابا والعياد باغي ياكلوا واعاب 50 درهم 60 درهم هذه راه لا يعقل راه لا يعقل بنادم باغي ياكلوا غير بثمن بسيط يقارن غير عند الجزار شحال داير اللحم واش اللحم داير 120 درهم انت باغي تاكلي ب 50 درهم راه لا يعقل كلشي ديال الدرويش وديال اللي عنده مسكين الله يسهل ليه راه كله على حسب بنادم